هنا المبنى. ماذا المبنى هنا ينقسم الى ثلاثه اقسام، الى ماذا؟ ثلاثه اقسام. اولا المبني من الافعال، والمبني من الاسماء، والمبني ماذا؟ من الحروف. اولا الافعال المبنيه هي الفعل الماضي، يعني دائما فعل، نقول فعل الماضي مبني، والفعل المضارع والفعل الامر في حالتين فقط. اولا هنا المبني من الافعال. طب ما معنى بناء؟ اولا هو لزوم الكلمه حاله واحده، يعني لا تتحرك مثلا بالفتح والضم والجزم، فهمتم؟ لا، الفعل يلزم حاله واحده. يعني مثلا اذا انا قلت مثلا كتب، اذا انت وضعت هنا مثلا ما كتب قد كتب، دائما فتح فتح فتح، ما كتب قد كتب دائما فتح، لزم حاله واحده، فهمتوا؟ يعني ليس مثلا في لا يوجد نصب، لا يوجد جر، فهمتوا هذا؟ بالحركه لا يوجد تغيير. يعني مثلا الفعل المضارع ممكن اقول يكتب، مثلا ممكن اقول لم يكتبا، يعني الفعل المضارع مثلا نعرب ما عدا الفعل المضارع المتصل بالنون سندرسه هنا. يعني مثلا اقول يكتبوا، انظروا لم يكتب، ممكن اقول لن يكتبا، انظروا. اذا هذا الفعل معرب ليس مبني، لماذا؟ لان الحركه تتغير، فهمتم؟ انظروا هنا، اذا هنا رفع بالضمه، هنا يوجد اداه جزم جزم بالسكون، هنا نصب، فهمتم هذا؟ فهمتم الفرق بين المعرب والمبني؟ المبني هو لزومه حركة واحدة دائما، فهمتم؟ يعني إذا بني على الفتح دائما مبني على الفتح، فهمتم؟ هكذا. إذا الفعل المضارع هذا معرب، لماذا معرب؟ لأنه يرفع وينصب، فهمتم؟ ويجزم هكذا. أولا هنا المبني من الأفعال، أولا الفعل الماضي، فعل ماذا؟ الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى ماذا؟ على الفتح. هذا فقط في الماضي، ها؟ نعم، الفعل الماضي يبنى. مثلا اقول مثلا غادر، ماذا هذا غادر؟ غادر يعني ذهب، غادر. او مثلا نعم غادر، مثلا غادر. طب هنا غادر، ما اعراب غادر هنا؟ نحن قلنا فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني على الفتح دائما الى يوم القيامه، مبني على الفتح، فهمتوا؟ دخلت عليه حركة، يعني دخل عليه أي أداة دخلت عليه في أي موضع في الجملة، هو دائما الفعل الماضي إذا لم يتصل به ضمير أو لم يتصل به شيء مبني على الفتح، فهمتم؟ مثلا إذا يبنى على الفتح، إذا الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، يعني ليس ضمير. يعني مثلا كذلك أيضا محمد مثلا وزيد ذهب إلى الجامعة، ذهب. إذا هنا مبني على ماذا؟ على الفتح أيضا. وهذا هذه هذه عفوا ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعني كلمة أخرى، كلمة ماذا؟ أخرى. يعني دائما الفعل الماضي إذا اتصلت به، دائما الفعل الماضي إذا كان صحيح الآخر أو اتصل بألف الاثنين فهو ماذا؟ وهو مبني على الفتح، فهمتم هذا؟ أو ممكن إذا اتصلت به كذلك مثلا تاء التأنيث مثل قامت فاطمة، مبني لا مبني على الفتح، قامت قامت. آه نعم، فهمتم هذا؟ إذا قامت فاطمة هكذا مثل قامت، مبني على ماذا؟ على الفتح. إذا دائما الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا اتصل به ماذا؟ إذا لم يتصل به شيء، أو اتصل به ألف الاثنين، فهمتم هذا؟ أو أيضا اتصل به ماذا؟ تاء التأنيث، أو ممكن مثلا اتصل بكاف، الكاف المتحركة مثلا، جاءهم جاءكم. يعني من النهاية إذا أنت وجدت الفعل الماضي تنظر إلى حركة الفعل الماضي. يعني مثلا مثلا كتبوا كتبوا، انظروا النهاية ماذا؟ انظروا ضمة، صحيح؟ إذا هو مبني على الضم، تجد فتحة هو مبني على الفتحة. مثلا انظر غادر في النهاية ماذا؟ فتحة. ذهب في النهاية ماذا؟ فتح، ممنوع الفتح. قامت في النهاية ماذا؟ فتح، ممنوع الفتح. فهمتم هذا؟ هذا يسهل عليكم يعني. طب هنا بعد ذلك هنا
الفعل الماضي كذلك يبنى على الفتح إذا اتصل به مثلا نيل مفعولين. مفعولين؟ نعم. في العمل وفي الماضي. يعني مثلا انظر ما أنا قلت مثلا ضربنا محمد. محمد هنا فاعل. إذا أين المفعول به؟ نا. فقدنا مفعول به؟ لا لا كل ضمير متصل ومبني على السكون في محل نصب مفعول به. لأن هنا فاعل. ضربنا إذا الضرب وقع علينا نحن. نا فهمتم؟ ضربنا محمدا لازم. سيتغير الإعراب. فهمت هذا؟ سنقول ضربنا محمدا. إذا ضربنا نعم سيتغير الإعراب. ضربنا محمد. ضربنا إذا هنا ضربنا محمد ليس ضربنا، يوجد فرق في الإعراب فهم؟ هنا ضربنا محمد. ضربنا ماذا؟ إذا محمد هنا فاعل، وأن هنا ماذا؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وضرب فعل ماضي مبني على الفتح. طب هنا الفعل الماضي كذلك اذا هنا يبنى على الفتح اذا اتصل الى اذا اتصل بالشيء به شيء او اتصل بماذا الف الاثنين او اتصل به ماذا تاء التانيث مثل قامت او مثلا اذا جاءكم اكم اذا اتصل به ضمير او جاءهم او جاءنا هكذا فهمتم ممكن اقول مثلا لأنه يوجد مكان جاءك جاءه أو جاءنا أنا؟ نعم فهمتم؟ هكذا. طب هنا يبنى على السكون، يبنى على ماذا؟ السكون. أم متى يبنى على السكون؟ كتبت. نعم إذا اتصل بالتاء المتحركة. نعم كتبت كتب انظر كتب تو فهمت هذا؟ نعم كتب هكذا إذا اتصل به ماذا؟ التاء المتحركة كتبت أو كتب أو كتبت أو كتبت الثلاثة فهمت يبنى على سكون انظر كتب كتب مبنى على السكون فهمتم هذا؟ أو اتصل به نون النسوة مثل النساء كتب من الدرس. كتب نساء. فهمت هذا؟ فهمتم؟ فهمت؟ إذا هنا يبنى على ماذا؟ وكذلك أن إذا اتصل به ناء الفاعلين. يعني إذا نحن كنا مثلا انظر ضربنا محمدا انظر ضربنا محمدا اذا من الذي ضرب محمد نا اذا نحن الفاعل اذا هنا ستكون نا ماذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ومحمدا ماذا مفعول به فهمتم مفعول بالاول نعم اذا هنا مثلا سنكتب مثلا كتب كتبت 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 تي هكذا كذلك أيضا مثلا أخذنا الدرس انظر كل سكون 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 فهمت هذا؟ أخذنا يوجد شيء آخر؟ من النسوة نعم النساء كتبنا الدرس كتبنا الدرس فقط هذا كتبنا نعم النساء كتبنا الدرس بدون هذا كذلك أيضا يبنى على ماذا يشاء آخر على الضم نعم إذا اتصل به والجماعة نعم مثل الطلاب كتبوا الدرس فهمتم هذا إذا الفعل الماضي يبنى الفعل الماضي يبنى ماذا على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم
كيف هذا؟ أنا أسهل عليك خالص. إذا وجدت في نهاية حركة فهو مبني عليها. ولكن لا تنسى شيء مهم جدا. وهذا ألف الاثنين. انظروا ألف الاثنين. وهذه التاء والتاء والناء ونون النسوة وواو الجماعة. فنقول ضمير متصل مبني على ممكن السكون ممكن الضم في محل رفع فاعل. في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. لا ننسى هذا. طب هنا الفعل الأمر. الفعل ماذا؟ الفعل الأمر يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح ويبنى على السكون. فهمتم؟ الفعل الأمر. الفعل الأمر هذا أولا يبنى على ماذا؟ على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا لم يتصل به شيء مثل أكتب الدرس. أكتب ماذا؟ درس. أكتب الدرس. هنا يبنى على ماذا؟ على السكون. أو اتصلت به نون النسوة. يعني أقول مثلا للطالبات مثلا أكتبنا الدرس. انظروا هنا اكتبنا. انظر اكتب الدرس. اذا سنقول فعل امر مبني على السكون. هنا كذلك اكتبنا نون النسوه. ماذا تقول؟ فعل امر فقط سكون؟ لا، يبنى على السكون وعلى سناخذ هذا وعلى الفتح وعلى حذف النون وحذف. فهمت؟ ولكن هنا متى يبنى على السكون؟ اذا لم يتصل به شيء. اكتب او اتصل بنون النسوه. اكتب نعم. فهمت؟ لا هكذا. طب هنا يبنى على الفتح. يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ متى يبنى على الفتح مثلا؟ إذا اتصل به نون التوكيد مثل اكتبنا. يعني إذا شيء مهم مثلا، شيء مهم أقول لك اكتبن الدرس على التوكيد. او يوجد نعم، او يوجد مثلا امتحان غدا، اقول لك احضرن غدا. ذمتي لا افعلن. اذا هنا اكتب باء باء. انظروا تجد هنا انه مبني هنا على الفتح. فهمتم؟ كذلك ايضا يبنى على حذف حرف العله. على حذف حرف ماذا؟ العله. اذا كان معتل الاخر اذا يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان معتل الآخر مثل ماذا؟ أدعو الله. لماذا تضحك؟ هنا أدعو الله كذلك. فهمتم هذا؟ أو اقضي بالحق. اقضي هنا مبنيون على حذف حرف ماذا؟ العلة. لماذا؟ طب كيف نعرف انه يوجد حذف حرف عله هنا؟ ماذا؟ تستحي. نعم 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 بالضبط. نعم. وكذلك ايضا هنا كيف نعرف؟ ما ناتي بالفعل المضارع. الفعل المضارع ماذا؟ يدعو. صحيح. اذا يوجد الواو حذفت. فهمتم؟ كذلك يقضي. تجد انظروا يقضي هكذا. كذلك كلمه اسعى. كذلك كلمة مثلا اسعى. اسعى. إذا كل هذا سنقول فعل ماضي مبني على حذف حرف العلة. فهمتم؟ في الماضي هذا؟ نعم. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. لا هذا فعل ماضي؟ نعم عفوا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذا سنقول أدعو وإقضي وإسعى. سنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. كذلك أيضا هنا حذف النون. يعني نقول فعل امر مبني على حذف النون اذا اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. يعني مثلا اقول مثلا اكتبوا او اكتبا. اتحدث مع اثنين اقول لهم اكتبا الدرس. او امراه اكتبي الدرس. فهمتم؟ اذا هنا الفعل الامر. اذا هنا الفعل الامر يبنى على السكون. يبنى ماذا؟ على السكون. اذا كان صحيح الاخر يعني او لم يتصل بشيء اكتب او اتصل به نون النسوه.
اكتبنا. طب هنا اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد مثل اكتبنا يبنى على الفتح او يبنى على حذف حرف العله اذا كان معتل الاخر مثل ادعو اقضي اسعى هكذا. يبنى على حذف النون اذا كان اذا اتصل به واذا اتصل به ماذا؟ واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. مثل بالضبط الفعل المضارع يجزم بماذا؟ بحذف النون اذا اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. فهمتوا؟ بالضبط هكذا. طب هنا الفعل المضارع، الفعل ماذا؟ المضارع. هنا يبنى في حالتين، يبنى ماذا؟ في حالتين. إذا اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد أو نون النسوة أو نون ماذا؟ نون التوكيد أو نون النسوة فقط. في الأصل أن فعل المضارع معرف، يعني ينصب ويجزم ويرفع، فهمتوا؟ ولكن هو يبنى في حالتين فقط، إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به ماذا؟ نون النسوة. فهمتم؟ يعني الفعل المضارع إذا اتصلت به أداة نصب فهو منصوب، إذا اتصلت به مثلا أداة جزم فهو مجزوم. أما إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة ماذا؟ فهو ماذا؟ مبني. فهو ماذا؟ مبني. هنا مثلا نون التوكيد مثلا، إذا أنا أقول لك لا تهملن الدرس. لا تهملن، لا تهملن. هنا لا تهملن، إذن الفعل المضارع هنا اتصلت به نون التوكيد. نون ماذا؟ نون التوكيد. إذن ماذا سنقول؟ سنقول فعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد. طب هنا الفعل المضارع نون نسوة، عفوا نون نسوة مثل ماذا؟ مثل يعني مثلا وكل المؤمنات يغضضن. يغضضن؟ نعم يغضضن، يعني غض البصر، يعني يغضضن. هنا انظر مبني على ماذا؟ سكون. مبني على السكون. اذا سنقول فعل مضارع مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بنون ماذا؟ بنون التوكيد. فهمتم هذا؟ إذا هنا المبني من الأسماء، المبني ماذا؟ كثير جدا، مثل ماذا؟ أولا الضمائر. ماذا؟ الضمائر. كل الضمائر مبنية، كل الضمائر ماذا؟ مبنية. وإحنا قلنا أن الضمائر تنقسم إلى ماذا؟ منفصلة وماذا؟ ومتصلة. منفصلة وماذا؟ ومتصلة ومستترة. فهمتم؟ الضمائر المنفصلة مثل ضمائر المتكلم، ضمائر ماذا؟ ضمائر المتكلم مثل أنا ونحن، وضمائر المخاطب مثل أنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم، وضمائر ماذا؟ الغائب، هو هي هما هن هم. كذلك هنا الضمائر المتصلة مثل واو الجماعة، ماذا؟ واو الجماعة، ياء المخاطبة المؤنسة، نون النسوة، ناء الفاعلين، ناء المفعولين، كل هذا سنقول ماذا؟ ضمير متصل أو منفصل مبني على حسب حركته، على الضمة في محل حسب، يعني في محل جر، في محل نصب، في محل رفع، هذا سندرسه إن شاء الله. فهمتم؟ بعد ذلك الأسماء المبنية مثل ماذا أيضا؟ أسماء الإشارة. أسماء ماذا؟ الإشارة. ذلك هو هذا هذا. سنقول هنا مثلا اسم إشارة مبني على السكون حسب حركته، في محل رفع نصب جر. في محل رفع نصب جر، يعني جميع الأسماء هذه سنقول، نقول مثلا اسم إشارة أو ضمير مبني في محل، في محل نصب أو في محل جر أو في محل ماذا؟ نصب. لا يوجد غير ذلك. جميع الأسماء التي هي جميع الأسماء المبنية مثل أسماء الإشارة، فهمتم؟ أو ماذا أيضا؟ رقم ثلاثة الأسماء الموصولة، الأسماء ماذا؟ الموصولة، الأسماء ماذا؟ الموصولة مثل الذي والتي واللائي، فهمتم؟ هكذا. طب بعد ذلك ماذا أيضا؟
أسماء الشرط. أسماء الشرط ذكرتم؟ من يذاكر ينجح. من ومتى وأينما، فهمتم؟ هكذا أسماء الشرط. طب ماذا أيضا الأسماء المبنية؟ أسماء الإشارة. قلنا أسماء الإشارة. أسماء الاستفهام. أسماء ماذا؟ الاستفهام. استفهام إذا. نعم، لا هذا سندرسه إن شاء الله الحصة القادمة، يعني مراجعة كذا، نحن نأخذ فقط بالإجمال. صح. فهمتم؟ ماذا أيضا؟ أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء، هل يوجد شيء آخر؟ أسماء الأفعال رقم 6. أسماء أفعال. الأفعال يعني اسم الفعل. هل يوجد شيء آخر؟ أسماء ماذا؟ أخذ أنا أسماء درسوا الإشارة أدوات الإشارة. نعم، إذن الآن كل. طب هنا بعد ذلك الحروف. حروف الكريم. انظروا الحروف سهلة جدا، سنقول إعرابها. حرف، أي حرف تجدوه تجدوه، أي حرف يعني أي حرف هنا تجده تقول حرف مبني على، ممكن فتح كسر حسب حركتي. لا محل، لا محل له من العرب إلى يوم القيامة، لا محل له من العرب. فهمتم؟ كل حروف نعم. هنا جميع الحروف مبنية. ممكن أقول خذ مني قاعدة نحوية جميع الحروف مبنية. فهمتم؟ هكذا. إذا مثل ماذا؟ مثل حروف الجر. حروف ماذا؟ الجر رقم 1. ماذا أيضا؟ حروف العطف. 3. حروف ماذا؟ النصب. النصب والجزم. ماذا أيضا؟ حروف النصب والجزم. ماذا أيضا؟ حروف الاستفهام. استفهام بسترية وبعد الاستفهام وحروف الشرط كثير جدا. فهمتم؟ نعم. هكذا. طب هنا يوجد شيء أيضا سنقوله. هنا البناء. طب هنا علامات. علامات ماذا؟ علامات البناء. علامات ماذا؟ البناء. علامات البناء السكون. ماذا؟ السكون. مثل مثلا، مثلا الفعل المضارع انظروا مبنيين على السكون. كذلك من علامات البناء أيضا ممكن مثلا الفتح، يعني نقول مبنيون على الفتح. مثل ماذا؟ غادر، فعل ماضي مبنيون على الفتح. كذلك البناء ممكن يكون على ماذا؟ على هل يوجد شيء هنا؟ على حذف حرف العلة أو على الفتح، كنا الفتح، على الضم. مثل كلمة حيث، تتذكر؟ حيث نعم. حيث وهنا الفعل الماضي كتبوا أيضا مبنيين على الضم. طب هنا علامات الضم، علامات البناء أيضا ماذا؟ حذف النون. حذف ماذا؟ حذف النون. طب ماذا أيضا من علامات البناء؟ ماذا أيضا؟ حذف حرف العلة. حذف حرف العلة. كذلك أيضا يوجد البناء على الكسر، مثل أمسي مبني أيضا على الكسر. أمس فقط. نعم نعم. أمس مبني على أمس، كلمة أمس. إذا هنا هذه علامات، نحن الآن درست ماذا؟ علامات الإعراب، وهنا ماذا؟ ماذا؟ البناء. فهمتم؟ هل يوجد عند حديث سؤال؟